Connected Learning Hubs هي منصات للتعلم تهدف لرفع جودة التعليم من خلال الاستفادة من مصادر التعلم الرقمية، حيث يتم الاستفادة من هذه المصادر كمعزز للمناهج الدراسية المحلية، ومن خلال جلسات يومية تعقد من قبل مدربين مؤهلين لاستخدام منصة كوليبري. كوليبري هي منصة تعليمية إلكترونية تعنى بتطوير فكرة التعلم الذاتي المدمج. دورنا نحن رح يكون كمدربين بتسهيل وصول المعلومة للطلاب المتوافدين إلينا. رح نقدر نجمع أعمار مختلفة بتوجهات مختلفة باهتمامات مختلفة. رح يكون في عنا تقييم بشكل دوري لكل طالب على حدة. يستهدف المشروع الطلاب الأردنيين واللاجئين من كافة الجنسيات، ممن هم ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة. يتم تنفيذ المشروع في مراكز الأميرة بسمة للتنمية ومختبرات الابتكار الواقعة في إربد، إيدون، المفرق، إرحاب، عمان، النزهة، الكفرين، الكرك، إمعان، وفي معهد الملكة زين الشرف التنموي. يتم تنفيذ المشروع من خلال الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبالتعاون مع Learning Equality وبتمويل من جوجل.